انا عندي سياره هذا كان بي مدري شو لولا هذا، يعني بصير هالاخر المهدد غريب وتوضع عليه كل. ولكم في امثله فك الصدقات خير مثال. انتم بتعرفوا بعد ايار صباح زيران كيف نفكت الصدقات، يعني لدرجه مذهله انه وباسيانت عم تحكي قالت هالجمله. التقت هلا من 3 سنين باصدقاء لها بالجهه الثانيه من المدينه، وبعد ما تصارحوا قالوا لها نحن كنا عم نفكر انه انت واقفه وحامله قنابل وعم تصوبي علينا. وناس هن طبعا حاضرين لهم علاقه بهذا، يعني يستطيع الخطاب السياسي تكوين وجهه للحب وللكره بشكل مذهل. هذه الاليه تخرج الشاب من وضعيه التجاذب. نحن بلشت بالشاب المراهق هو بحاله امبيفالنس، خلص اخرجته من وضعيه التجاذب، لان فعل الاستدعاء لنصره القضيه تجعل حامله مكلفا بامر عظيم ينقله مره واحده الى مستوى الفاعل المسؤول بكل ما يعتمد في داخله من طاقات جاهزه للتوظيف وحتى الجهوزيه للمعركه اذا اقتضى الامر. هذا الخطاب السياسي ينطق به الزعيم وهو حامل في شخصه لمثال الاناليديا، ويشكل لحظه تبلور كريستاليزاسيون لكل ذلك الارث والانتماء والاصل. عندما تصبح مفردات الاصل والارث والانتماء مثاليه وجامعه فإننا أمام مشاريع شمولية توتاليتار إذا لم تكن أصولية فوندمنتاليست. إذا كانت التروما قد نسيت أو كبتت فإن العنف المرافق لتمثلاتها يبقى بكرا وجاهزا للرد. من هنا حرص الفئات المتصارعة على إبقاء ذلك الشحن النزوي قائما بالطرق المتعددة، لأنه لحظة يستوي الهدوء ويخف بريق الاستدعاء للذود عن شرف القضية فإن كل واحد يسقط في مخاوفه وذنوبه. لذلك لا يتوقف لأنه كله بيخسر، لازم يضل بطرق متعددة هذا الشحن موجود. إن هذه المفردات التي استعملتها هنا، هناك فريق خطابه سيادي وفريق آخر خطابه مقاوم، هي يجب أن نعرف خارج المواقف التقييمية بالنسبة إلي وخارج الموقف السياسي وخارج أحقية هذا المشروع أو ذاك، أو ليست هذه المفردات بالذات سيادي أو مقاوم هي لغة التعبير لدى المراهق عندما يقول أنا أعترض وأريد أن أستقل وكل سلوكي المغاور هو مقاوم لتبعيته السابقة. نحن هنا أمام لغة لها ما يعادلها في لاوعي الفعل. من كل ما تقدم أرى أن مثل استعراض السحاب والمظاهرات واللحظات القتالية تجد صدى كبيرا لها لدى الفرد على مستويين: مستوى الهوية المجتمعية الشمولية حيث تذوب الذات في الجماعة وتسلم قلقها للقضية، يعني اللغة الثانية اللي تفضل فيه دكتور زهير انه كلتنا بندوب والطائفة هي ما بعرف اذا بتتذكروا النكتة اللي واحد بده يكلف الزعيم بكل شيء، بعدين كانت مرته عم تولد وجا بنت قالوا له قالوا نجيب ما قلنا لفلان انه نحن بدنا صبي. يعني فتصبح الجماعه مثاليه. وهنا نتكلم وهون الخطوره كل الخطوره ويا ريت بكون متفائله الدكتور سعود. وهنا نتكلم عما أسميه بلغتنا أوبراتور سيمبوليك، يعني لما اسم الأب زائد الانتماء زائد الأصل، هودي على المستوى الرمزي، يعني مش على المستوى الممسوك، يعني احنا مش اشياء عم نمسكها، بس هودي تاريخنا وتاريخ أجدادنا وخبزنا اليومي ومستقبل أولادنا مربوط. هذا بنسميه يعني سيمبوليك، كيف الأوبراتور اللي بتنظم كل اللعبة. وبهالأوبراتور سيمبوليك بتصير التروما هي المحرك، فيصير التدمير والقتال من شيم الكرام ومن مآثر الرجال. عظيمين، ولكن مع فارق ملفت إنما مؤسف جدا. ففي اللحظة
التي يريد فيها الشاب الناهض التحرر والاستقلال وامتلاك السيادة الذاتية، فإنه ينساق من حيث لا يدري إلى نعم في الوقت الذي يبحث فيه عن اللا. هذا المستوى الأول، إن هو بعلمه أنه عم يتحرر، يعني بيكون صار تابع بنعم، نعم حتى الموت. لا اللي بده يعملها هذا العمر وينه؟ مع كل المفردات المستعملة، لأنه عند المراهق هو الكلمتين، إنه نحن سياديين، نحن مقاومين. كلمة سيادي ومقاوم عند المراهق هو بيلاقوا صدى مذهل، يعني هاو طلبات. شو طلبات الشاب أو البنت؟ السيادة، أوتونومي. هذا على المستوى، مستوى الهوية المجتمعية. هلأ مستوى الهوية الجنسية، وهنا الأخطر، إن استعراض القوة في الساحات والمعارك كفعل سياسي يستقطب الألاف يستثمره المراهق على المستوى الذاتي. إننا أمام طقوس للذكورة، ريتويال الناهضة لتكوين الرجولة والإعلان عنها والتباهي بها. الفعل السياسي في لبنان لدى الشبيبة هو ريتويال طقوس الانتقال إلى مرحلة الرجولة. وكل مظهر للقوة المنتصبة هو سيطرة على عالم الصمت والخضوع، أي وضعية التعنيف كما تم التعارف عليها، هي مسجلة في اللاوعي نظرا للنسق الرمزي الذي يرفنا في هذه الجهة من العالم. من هنا نتساءل، أي معنى يبقى للمدينة، مدينة بيروت مثلا، التي من وظائفها الأساسية إخراج الشاب من صدفة الأهل والجماعة والذهنية المقفلة والمحافظة، وفتح الآفاق أمامه باتجاه مقاربة مدنية بسيطة، المقاربة المدنية اللي حكي عنها دكتور سعود، لحياته ومع الغير. ولا يظنن أحد أن الدخول في عالم المعلومات واللغات والمهارات والسرعة وكل ما يسمى هلأ الإيبر مودرنيتي أنه يخترق الذهنية المحافظة المشبوكة بنوظف على هذه الدرجة من الحرق اليومي. بالعكس، فهذه المهارات المستجدة تتحول إلى وسائل للفعل والنشاط في الاتجاه الذي تم نسجه. وكلما تقدمت الوسائل كلما صار العنف أكثر انتشارا وأكثر تقنعا. أما الفئات الفالتة من هذا التمدن الطقوسي، في ناس طبعا فالتين، نحن كلمة نحن، فإننا نجدها في بعض تجمعات المجتمع المدني، طبعا مش بكلها، وفي بعض التعبيرات الفنية مثل المسرح، حيث يتداخل المذكر والمؤنث بطريقة خلاقة أكثر، ولكن أكثر تهميشا بالطبع. أخلص للقول أننا هنا أننا أمام هكذا تشكلات نفس اجتماعية تكفي لحظة حربا. كانوا وصلوا لوقت انه صاروا اذا تطلعوا بعضهم بالجامعات كانت كافية تصير مذبحة، يعني تطليع بس. تكفي لحظة ما حتى تندلع حربا ربما توقفت منذ الزمن، ولكن مبرراتها فاعلة في المعلن وفي ما لا يقال. اما اذا كان هذه الندوة هي الشباب ولغة الحوار، وبدي حط طلب مني محمد انه شو هي الافكار اللي كان يشتغل عليها عندما يحين وقت اللقاء، فللحوار حيثيات وشروط كي يكون مثمرا. بنحاول جماعة اللي حاملين كل الزخم. اولا يجب ان يتأمن للمتحاورين طرف ثالث رمزي بينهما له صفة الناظم والحامي لحقوق الجميع، هو الدولة المشرعة والتي تكون فوق متخيل أي جماعة. ما بعرف أمتى بنقدر، هذا شرط بدونه كل الحوارات بتصير بعدين تتحول لركام. أما شرط نجاح الحوار إذا صار الحوار، فيتمثل بحضور لخبير في حل النزاعات، في خبراء سما صفا مثلا حل النزاعات، او نفساني متمرس في ديناميه الجماعه، مش اي سيكولوج ولا اي سيكاناليست، بده يكون متمرس في ديناميه الجماعه كي يقدر العنف المضمر او المعلن. اما ماده الحوار، عشو الحوار بس، اما ماده الحياه والحوار،
فيجب أن تتعاطى فقط مع الإرث وليس مع الأصل. عندما توضع كلمات على الألم يلي حامله كل واحد منا بفعل الحروب، يتوقف التعبير النزوي السلوكي فيصير معطى موضوعيا يتم احترامه والتعاطي معه. أحلم أنا شخصيا بعدها أن يصبح الشباب مبدعين وخلاقين، فبدل أن نصدر للعالم صور سهولتنا في التدمير، نستطيع أن نصدر أفلاما وصورا لحالات إنسانية تصبح من إرث البشرية. ولكن لا أدري في أي قرن يحصل هذا.